ايه مولانا، قول شنو اللي خاطرتك؟ احنا بنقولوا ان السفينة قصاد التابوت. ايوه، وخرج السفينة اسهل من التابوت، لانه خرج السفينة قلع لوح من فوق يشوفوا الملك هدد ابن بدد، علشان ما يرضاش ياخد السفينة، لانه مش هياخد سفينة سكرة، مش خرجها من الاسفل، لو من الاسفل كانت غرقت. صح. ثانية، الثانية اللي هي قتل الغلام مش زي قتل القبطي، لأن الغلام قتل قبل أن يبلغ الحلم، نعم، فمعليش عقوبة. بعدين إنما القبطي كان ممكن يتوب، وراجل كبير. الثالثة إن هي الجدار مسحه استقام بيده، لما مسحه بإيده استقام. فهنا قال له دي قصاد ما انت شلت غطى البير، واذا جيت غنم شعيب ما خدتش اجر من كده. فهو بيطالبني بان انا اخد اجر على لحظة صبر. بعدين القرية صارت مدينة. الله. ليه؟ لان الناس تزحموا عليها وجوا يشوفوا الخضر وموسى، فكبرت. صح. فهو قال أتى يا أهل قرية، وبعدين قال وكان لغلامين في المدينة يتيمين، أما الجدار فكان لغلامين في المدينة، غلامين يتيمين، أي فصارت مدينة غلامين يتيمين، ما هو سن الغلام دون البلوغ، اللي بعد البلوغ ما يبقاش يتيم، أو باعتبار ما كانوا يتامى يعني. بس أنت شنو قصدك تشبه بين القصتين؟ الله. هو ما سألوش إلا على الثلاثة دول، لو سأل أكتر كان هيجاوبوا أكتر، إنما اختصر على الثلاث مواقف. ليه؟ وصاد المواقف اللي حصلت في حياته دي. لا لا، مو مولانا، أنت شبهت قصة سيدنا موسى مع الخضر مع قصة نبي ثاني. نبي ثاني مين؟ أنت تقول لو أنت قبل لا تروح تتوضى. هو قال له قصة الغلام، قصة السفينة قصاد التابوت. التابوت ده مش هو انشال فيه وهو صغير، ده فيه في التابوت فقدي فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل، كان ممكن الموج يقلب الصندوق في المية ولا لا ويغرق، فخرق السفينة أسهل من التابوت. ثانية إن هو قال له قتلت الغلام صغيرا لم يجر عليه القلم، لكن أنت قتلت رجل كان ممكن يتوب، فأنت قتلته مات على كفره. التالتة اللي هو الجدار، أنا مسحته فاستقام ما أخدش أجر، لكن أنت إذا جيت الغنم ومشيت معاهم فكنت تاخد وما رضيتش تاخد أجر، فليش تعب علي ده بس؟